اسمي دكتورة عقيلة صالح، المنسق العام لمركز معلومات الأمن الغذائي بوزارة الزراعة. هو المؤتمر الثاني للتغذية، ده بيقام بعد 22 سنة من المؤتمر الأول، كان سنة 1992، وده خاص بالنهوض بمستوى التغذية. اللقاء النهاردة خاص بتعريف الإعلام بأهمية هذا الموضوع، ولأن بنرجو من الإعلام إن هو برضو يكون له دور في خطة الـ يعني التنمية الخاصة بالغذاء والتغذية والوعي الغذائي، هيكون له دور إن شاء الله. إحنا في وفد من مصر هيسافر إن شاء الله وبرئاسة وزير الزراعة، ودلوقتي في تنسيق بين دول مختلفة، لأن هذا المؤتمر بيبقى تغذية لكن بيبقى يتخلله سياسة وتجارة وكل شيء، عشان كده وزارة الخارجية عندنا نشطة جدا في هذا المؤتمر. لا، هي طبعا برضو مصالح، في مصالح سياسية، يعني فترة ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء أثرت على الأسعار الداخلية وكان لها تأثير كبير جدا بالنسبة لنا احنا في مصر، ارتفاع الأسعار الغذاء على المستهلك. المفروض ان المعوقات بالنسبة لنا احنا في مصر، اول تحدي هو زيادة تعداد السكان، لكن برضو لازم يبقى عندنا أمل، لأن رئيس الوزراء من أيام بسيطة أطلق الاستراتيجية القومية للسكان، اللي هي هيبقى فيه شغل كتير، لأن ده بيبقى عائق على للتنمية وحصول الأفراد على حقهم في الغذاء.